ومشاهدينا نتابع الآن هذه الصور إذن التي تم نشرها قبل قليل لما قيل إنه آثار سقوط صاروخ في تل أبيب، والصاروخ طبعا أدى لإصابة مباشرة في الممتلكات. نرى ألسنة اللهب إذن ترتفع من بعض السيارات التي أصيبت بشكل مباشر وبعض المباني على ما يبدو. صفارات الإنذار كانت دوت في منطقة تل أبيب، الصواريخ كانت استهدفت منطقة كريات أونا وأيضا حولون جنوب تل أبيب. وكما نرى في هذه الصور، هذه صور متداولة لسقوط الصاروخ أو أحد الصواريخ في منطقة تل أبيب في إصابة مباشرة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.